دول بعتوها لسه قبل ما يجي على طول على البرنامج. هدف واحد جمع لورين عطوي وأميرة عزوز، وهو حملة ملهمة تقرب المسافات بين مصممي الأزياء والناجيات من مرض سرطان الثدي. مسابقة تحت عنوان برافو ريكوز لتصميم أفضل حملات الصدر المناسبة للناجيات من هذا المرض الخبيث. المعروفين والبروفيشنال منهم بيشاركوا في الكامبين دي عشان يدعمونا ويخلوا ناس أكتر تعرف على براس فور كوز. أما بقى بالنسبة للأنتريز التانية فدول إحنا مقسمينهم لكاتيجوريز مختلفة. يسلم لها الأمر، تصميم يعكس المراحل التي يمر بها القمر ويعود لثلاث فتيات هدفهن رفع معنويات السيدة التي تم استئصال صدرها. الفكرة هي يسلم لها القمر يلي عم بيجربوا يوصلوا رسالة انه اول شيء المرة بعدها تكون عاملة هالعملية ومرقبة هالمرحلة الصعبة بحياتها عم تمرق بالمرحلة انه عم تصح في هيلينج. فلعبوا على الكلام بهالشغلة وشبهوا المرة على القمر انه المرة عم تتغير، عم يتغير الصدر، عم يتغير جسمها، بس كله بالاخر بيرجع فول مون. قد يكون هذا الكلام امنية لدى امرأة تذكرت شكلها الخارجي بعد أن تحدد مرض السرطان وشفيت منه. واحدة بس يجي المرض بتصير أنه هي مهم بدها تخلص منه، ما بتفكر بشي تاني، يعني ما بتكون عم تفكر بالحياة. وقتها تتجاوز المرحلة وصارت بدها تلبس وتطلع بتصطدم بهوني أنه شو بدي ألبس، بدي بتتلبك كتير أنه شو كيف شو بدي أعمل، عرفتي؟ بتعمل لها هيدي بتذكرها بحالتها المرضية. يعني أنا ببرم الدنيا تلاقي سوتيان، بركش بالسوتيانات بلكي بلاقي وحدة تناسب وضعي. كل ما شفت موديل ممكن عرفتي أقدر حط فيه الحشوة يلي هي بتعطي الشكل الطبيعي للست حتى أنه، وهي ما بتريح بشكل عام. شروط تصميم حملات الصدر الخاصة بهذه الحالات غير تعجيزية وتعتمد على قواعد معينة أهمها الراحة عند ارتدائها. أهم شيء يكون بعين الاعتبار الكاب يغطي الصدر كله والستراب أعرض، بعدين جوا بس بتخيط القماش تفوت البروستاز، غير هيك نفس الشيء. والمرة اللي عاملة هيك عملية بدها تحس بالعكس أنه ما تغيرت هالشغلة بحياتها. أنا إذا وجد هيدا الشيء كتير شيء مهم وكتير شيء ضروري لكل ست. يعني وحدة كيف بتروح تفتش على حذاء طبي، عرفتي كيف بتلاقي مشاد لإيدها إذا إيدها بتوجعها، بقى هيدي أولوية أكثر. 12 فائزا عن 4 فئات فازوا بمسابقة برافو ريكوز. ندى عادل فازت في المرتبة الأولى عن فئة Everyone Wants Me، وأتت نور طعمي بالمرتبة الثانية، ونادي المدني بالمرتبة الثالثة. عن فئة هربرا فازت مي عباسي بالمرتبة الأولى، وبالمرتبة الثانية رنا معلم، وبالثالثة أنجي الشوربجي. ننتقل إلى فئة ترينينج برا، وقد نالت المرتبة الأولى زينة توفيق، والثانية ياسمين خليفات، والثالثة هلسين أناند. وعن فئة تصميم التيشيرت فقد اعتلت المرتبة الأولى دينا ياسين، والثانية دانا قباني، والثالثة حنان فتح الله. ونأتي إلى فئة ديزاينر بيس، حيث لن يكون هناك أي فائز، إذ أن جميع التصاميم ستنفذ وستباع قريبا بالأسواق، وسيعود ريعها لجمعيات مكافحة سرطان الثدي وإقامة الأبحاث ورعاية المصابات به في معظم أنحاء الشرق الأوسط. أنا التيشيرت اللي عملتها يمكن عالم شوية تلاقيها قوية، بس هي هيدي الفكرة أنه تلفت النظر. فالتيشيرت حطيت عليها رصاص بلون ذهبي، في تحت ثلاث سيلواتس لبنات بالبينك، عاملين هيك مش عاملين سلاح أكيد، بس بالشيب أنه هن بفايت، وتحت مكتوب جوين ذا فايت. فهي حملة توعية أنه انتبهوا، عملوا early screening. حق كل امرأة تخطت عذاب مرض السرطان وشفيت أن تنعم بجمالها الخارجي، فهو يعكس إيجابيا على نفسيتها. نادين معلوف، MBC، بيروت.